ف ده ظلم، انت بادئ الموسم بظلم بقرارات ظالمه، ولازم المسؤولين في اتحاد الكره يطلعوا يفسروا هم عملوا كده ليه، ليه 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 قايمه 30 لعيب، وليه عنده 25 لعيب مواليد 2001؟ عارف يعني ايه 25 لعيب مواليد 2001؟ يعني دي لعيبه درجه اولى. حسام عبد المجيد مواليد 2001 النهارده لعيب اساسي في الدرجه الاولى. الخضري مواليد 2001. اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك وفي النادي الاهلي عندك محمد اشرف الباك ليفت مواليد 2001، كوكا اللي في نص الملعب مواليد 2001، وفي لعيبه اصغر بتشارك، فدول لعيبه درجه اولى. يعني انت تاني بتدي الحق للانديه القدره بقى ان هي تعمل عقود. ما خلي بالك الاولاد دول عقودهم برضو فيهم لعيبه بتاخد 2 مليون ولعيبه بتاخد مليون ونص ولعيبه بتاخد مليون و200. الانديه الكبيره بس اللي تقدر على الكلام ده. فالنهارده انت مدي السبيس والمساحه والفرصه والاوبورتيونيتي للانديه الكبيره اللي معاها فلوس القادره ماديا ان يكون عنده 60 لعيب درجه اولى. 60 لعيب، تخيلوا تخيلوا ان الزمالك مثلا، هتكلم على الزمالك عشان ما حدش يقول ان هو بيتكلم عن النادي التاني، او بيراميدز او فيوتشر او 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 الاهلي او الانديه اللي قادره، او فاركو او هيبقى عندهم الامكانيه ان يبقى عنده مقيد 60 لعيب، 60 لعيب فوق سن 21 سنه. هو حد يقول لكم اللي عنده 22 سنه ده ناشئ؟ تخيل. طيب سيبك من التنافسيه اللي انت بتقتلها في البطوله المحليه، خلينا نروح لمصلحه مصر. طيب انتوا عارفين ان المنتخب الاولمبي بيعاني من مشكله كبيره جدا، ان مفيش لعيبه كتير مواليد 2001 و2002 بيلعبوا بشكل اساسي مع انديتهم في الدوري الممتاز، كلهم يتعدوا على الصوابع، صح؟ النهارده انت لما تعمل قائمه 30 لعيب، اللعيبه دي هتاخد فرصه ازاي انها تشارك في الدوري الممتاز؟ كلهم هيلعبوا في بطوله ال 2001. بطوله ال 2001 هتنتج لك لعيب، هتنتج لك لعيب يقدر ان هو يلعب في ينافس ان هو يلعب في الاولمبيك جيمز، ان هو يلعب الاولمبيات، مش هتنتج لك لعيب. ويا ريت لو في حد من اتحاد الكوره او من الرابطه عايز يخش معانا في مداخله، يعني يرد على الكلام اللي انا بقوله ويقول لي يا ميدو انت الكلام اللي انت يتناقش معايا، يقول لي يا ميدو الكلام اللي انت بتقوله ده غلطان، يمكن هو يكون صح، يمكن هو يكون صح ويمكن انا اكون غلط. حد يطلع يقول يا ميدو الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. انت النهارده هتدي فرصه للولاد الصغيره والشباب الصغيره اللي هم بيمثلوا المنتخب الاولمبي، اللي انت جايب مدير فني برازيلي بتدفع له فلوس عشان خاطر يأهلك اولمبيات. هيأهلك اولمبيات ازاي وانت عامل القايمه 30 لعيب للعيبه المحترفين؟ هيأهلك اولمبيات ازاي؟ طب ما كل نادي من الانديه اللي معاها فلوس كبيره هتجيب 30 لعيب كلهم لعيبه كبار، كلهم لعيبه كبار، واللعيبه دي عمرها ما هتاخد فرصه انها تلعب، هتروح بقى يا اما تلعب في الدرجه الثانيه يا اما يقعد في نادي يلعب في دوري ال 2001. دوري ال 2001 هينتج لك لعيب بينافس كل اسبوع، الاحتكاك بتاعه يسمح له ان هو يروح يلعب قدام المنتخبات الافريقيه العاليه اللي بتلعب في اوروبا. بالعقل، احنا بنشتغل لمصلحه مصر ولا لمصلحه الانديه؟ سؤال سؤال. واتمنى ان انا يعني اكون فسرت وطرحت لحضراتكم القضيه من جميع زواياها ومن كل الانجلز اللي ممكن نبص عليها ومن كل الزوايا ومن كل الاركان. اتمنى ان انا اكون شرحتها لحضراتكم عشان لما يطلع لكم اعلامي تاني يقول لكم لا القرارات دي قرارات عظيمه، قرارات عظيمه، تسالوه ليه قرارات عظيمه؟ ليه؟ سؤال بس، فسر حضرتك يعني ايه؟ حضراتكم فسروا. يعني ما حد يقول ان القرارات دي قرارات هايله. قرارات هايله. قول لنا حضرتك القرارات دي هايله ليه؟ بس يعني ايه مصلحتها لمصر؟ مصلحتها لمين؟ ومين المفروض ياخد القرارات دي في كرة القدم الحديثة بعد انشاء رابطة الاندية الدوري الممتاز؟ اتحاد الكرة ولا الرابطة؟ حضرتك لما تطلع تقول ان القرارات دي عظيمة فسر لنا، فسر للسادة المشاهدين، فسر للناس.
فسروا يا جماعه للناس، لما تقولوا رأي فسروا للناس القرار ده عظيم، لان القرار ده هيطور الكره المصريه من كذا وكذا وكذا وكذا. القرار ده هيسمح للمنتخبات ان هي يكون، قولوا للناس ليه. احنا طبعا عارفين انتوا بتقولوا كده ليه، وكل الناس اللي بتفهم عارفين انتوا بتقولوا كده ليه. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن ابو جبل. ابو جبل ترند من امبارح، حارس مرمى الزمالك السابق وحارس مرمى منتخب ترند من امبارح. مستشار مرتضى منصور طلع في قناه الزمالك او ظهر على قناه الزمالك امبارح وقال ان ابو جبل يعني طلب العوده لنادي الزمالك. هقول لكم رايي ايه في الموضوع بعد الفاصل.